لاحظنا الأجواء الانتخابية الجيدة التي والهادئة. مررنا على عدد من اللجان، وجدنا الالتزام بالمعايير الصحية، المعايير الدولية، التباعد الاجتماعي، وسهولة وصول الناخبين لأماكنهم، عدم اكتظاظ في مراكز الانتخابات، وبالتالي هي أعطت إيجابية. أول شيء أنا أود أن أشكر المملكة المغربية في هذه الظروف القاحلة التي تمر بها الإنسانية في ظل وجود كوفيد 19، أنها تستطيع أن تعمل انتخابات بمعايير دولية شفافة. إلى حد الآن نحن لم نلاحظ أي اختراقات انتخابية سواء تمنع أو تعيق العملية الانتخابية، وهذا يعود للخطة المدروسة التي وضعتها السلطات المشرفة على الانتخابات أو بالتعاون مع الحكومة وكافة أدوات الدولة. نحن هنا إلى حد الآن انطباعنا ممتاز جدا على سير الانتخابات. نتمنى أن تسير الانتخابات إلى نهاية اليوم بشكل جيد، وأن تستمر هذه الظروف الإيجابية. لاحظناها من تواجد المرأة بكثافة والشباب هو معيار جديد في انتخابات في كثير من الدول وخصوصا دولنا العربية.